قد تسبب السل والفيروسة. احذر من غلي اللبن بتلك الطريقة. يعتبر الحليب من المشروبات التي لا غنى عنها للأطفال والأكبر سنا، وذلك لأنه يمنح الجسم الطاقة والحيوية، وتفضل العديد من ربات البيوت الحليب السائب على الحليب المعلب، لكنهن لا يغلين الحليب بالطريقة الصحيحة، مما يجعله بيئة مناسبة للبكتيريا أو فيروسات للبقاء فيها، وتنتقل الأمراض إلينا عن طريق الحليب بسبب طريقة التعبئة غير صحيحة من البائع أو أخذ الحليب مباشرة من البقرة بدون بسترة. ولذلك نوضح لك الطريقة الصحيحة لتسخين وغلي اللبن، وذلك بحسب ما جاءت به الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمراقبة الميدانية في النقابة العامة للأطباء، وذلك من خلال المجموعة التوعوية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جتف لقمة. أفضل طريقة لغلي اللبن لتجنب البكتيريا والفيروسات. يمكن لبعض الطفيليات أن تلوث الحليب وتنتقل إلى البشر، وقد يؤدي تلوث التربة أيضا إلى وجود طفيليات تنتقل عن طريق التربة في الحليب، ومن ثم يجب الحفاظ على الظروف الصحية والبسترة المناسبة والظروف الصحية لتجنب مثل هذه التلوثات. وتعتقد الكثير من ربات البيوت أنه بمجرد خروج الحليب وظهور طبقة قشدية عليه ويتم غليه، ولكن تنتقل البكتيريا والفيروسات إلينا من خلال هذه الطبقة، والتي تعتبر العامل الرئيسي لظهور الأمراض، ومن أكثرها السل الذي ينتقل للإنسان بسهولة. وتتمثل أبرز الطرق لغلي اللبن لتجنب البكتيريا والفيروسات من خلال ما يلي: يجب استخدام الأواني الصحية المكفولة لعملية الغليان، مصنوعة من الستانلس ستيل، وتعتبر قاعدة أساسية للاستخدام في غليه، بحيث يشترط ألا تتجاوز حرارة النار الموزعة قطر الركيزة الحرارية الموجودة في قاع اللبانة أو الإناء. ينبغي وضع الحليب في اللبانة ثم يتعين وضعه في حلة أو صينية مع وضع قليل من الماء بالإناء، ويتم بعد ذلك وضعه على نار متوسطة ويطهو في هذا الحمام المائي مع التحريك باستمرار حتى يغلي تماما، مما يمنع عملية احتراق بروتينات الحليب التي تلتصق بقاع اللبنة وتقلل من قيمته الغذائية. يجب أن تكون درجة حرارة غلي الحليب نحو 150 درجة، كما يجب تخفيف درجة الحرارة عندما يبدأ الحليب في الغليان وتظهر عليه طبقة من الكريم، وبعد ذلك تبدأ عملية التقليب باستمرار باستخدام ملعقة من الستانلس لمدة 10 دقائق على الأقل حتى تختفي الطبقة الكريمية. يجب تبريد الحليب بشكل مباشرة، وذلك عن طريق وضعه في وعاء به ماء بارد بهدف إحداث صدمة حرارية مماثلة لعمل عملية البسترة لقتل الميكروبات. يجب عدم غلي الحليب المبستر المعبأ، بل يمكن تسخينه عند الضرورة.